اللي يبني بيوت لمدة 8 أيام هذا العرض ولا ترمم بيتك، أرجوك شوف الإعلان كله. كاشي دورات المياه، المتر من أصل ريالين و200 ريال و600 صار لأول مرة يبيعوا بهذه الأسعار في شركة ابن سيف بن غصين أمبو سعيدي في محافظة مسقط وفي نزوة. موقعهم في محافظة مسقط بالمعبيلة السابعة باتجاهك على الصناعي قبل دار المراسيم، تحصلوهم هني على اليمين، والفرع الثاني في سوق ولاية نزوة. استلموا العرض الثاني، كل كاشي دورات المياه الصفة ذي والصفة ذي، المتر من أصل ريالين ونص صار الآن ريال و800. أي واحد يبني بيت أرجوكم وصلوا للإعلان وقارن الأسعار برا، حرق أسعار لمدة 8 أيام فقط إلى 31/8/2023. عندهم كل أنواع الكاشي السيراميك البورسلين بتحصلوه معاهم، وقسم الأحجار الخارجية والداخلية حرق أسعار عليه. البورسلين الأرضي 60/120 عليه حرق أسعار. متخيلين تبدأ الأسعار من ريالين ومية؟ 60/120 بريالين ومية، أول مرة يبيعوا بهذه الأسعار. اللي يبنوا بيوت أرجوكم وصلوا لهم الإعلان، 8 أيام فقط، اللي لحق لحق. وأيضا قسم البورسلين الحجم الكبير كل أحجام موجودة معاه، تخيلوا 80/120 من أصل 5/600 صار الآن 3 ريالات ومية. فرصة لكل واحد الحين تتواصل مع المقاول وتقول له عن هذه الأسعار، أتحداك تحصل مثل هذه الأسعار. استلم الصدمة، سيراميك الحوش الخارجي المتر من ريالين و200 ريال و600، الحق ما تلحق كل الأشكال معهم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا. خضيت السيراميك وتبغي زوايا السيراميك، عندهم ألمنيوم وسلستيل بأقل أسعار معاهم. كذلك أصحاب المحلات تبغون بسعر الجملة لكم سعر خاص. الكاشي، البورسلين، السيراميك، كل حاجة معاهم، لأصحاب المحلات بالأخص لكم سعر الجملة.